إن كنت في مقتبل العمر أو حتى إن تقدم بك السن قليلاً، فإن لرياضة ركوب الدراجات الهوائية فوائد عدة، منها الجسدية ومنها النفسية. في له فوائد كثير البسكليت، منها الصحة، بتحسن الشيب تبع الجسم، برضه للنفسية أمور، يعني الصحة النفسية ممتاز لما تطلع بالجو بين الشجر، وسيلة مواصلات ممتازة كمان البسكليت، ممكن تروح على شغلك، تروح على دوامك. أنا إلى 4 سنين بروح على الجامعة وبرجع بالبسكليت. إحنا مندرب العادة من عمر صغير، منبلش من 3 سنين ل4 سنين ولحد عمر 60، يعني شو ما كان العمر مندربه. والحلو بالبسكليت إنه حتى عمر كبير كويس له، إنه ما بضغط على المفاصل، بيحسن صحته صحته بشكل عام، بتفيده. والصغار لما يتعلم وهو صغير بضل أحسن له لما يكبر. بتدرب سايكلينج مع كوتش لياس، صار لي أولموست شهر، وصراحة الرياضة كثير حلوة وممتعة. هو كان حلم بالنسبة لي، حلم شخصي من أنا طفلة صغيرة، وبما أنه كمان في عندي سفرة كانت على هولندا بشهر 9، فحكيت خليني أضمن لها وحضر لها مسبقا، فحكيت لازم أتعلم سايكلينج لأن هي ثقافة كثير كبيرة موجودة برا، وعلشان نتعرف على البلد الموجودين والأماكن السياحية الموجودة لازم يكون في عنا مهارة السايكلينج كمان. مبدئيا هي كثير دفنة اللي بتحسن شكل الجسم، يعني بيكون الكتلة العضلية بيختلف شكلها، الجسم مع التدريب كثير بيختلف، بتحرق دهون كثير كبيرة، فكل الصبايا اللي حابين ينزلوا وزن بنصحهم يكونوا يدربوا سايكلينج. هلا رياضة ركوب الدراجات هي رياضة يعني كثير حلوة، هي مش بس رياضة، هي وسيلة حياة، هي وسيلة تنقل، هي بتقوي عضلات الجسم، هي يعني هي أكثر من مجرد رياضة. رياضة الدراجات هي بحد ذاتها عالم. رياضة الدراجات مستفيد منها إنه إحنا بنروح فيها كل مكان، بنروح من البيت للشغل، وسيلة تنقل، زائد إنه رياضة الدراجات الهوائية بتقوي عضلات الرجلين، بتقوي عضلات الظهر، بتقوي عضلات الأكتاف، المعاصم، الرسغ، زائد انها بتقوي المفاصل، زائد انها هي يعني هي اسلوب حياه. انا عندي بنت عمرها تقريبا 8 سنوات، حسيت انه هي عندها هوايه ركوب الدراجات، صارت تحب تطلع من البيت تحكي لي بابا خذني بدي العب بالبسكليت وكذا. فلا بالعكس، انا بشجع الكل انه يتجه للرياضه بشكل عام ولركوب الدراجات بشكل خاص. بقدر أروح على سوبر ماركت، لو عادي أي مكان بقدر أروح فيه، إني كتير ترجعت وتدربت، بطلت أقعد على الآيباد كتير.